السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. في اول هذا الفيديو بغيت نقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف. اي وحده صيفطت لي ميساج وتهولت عليا وسقصات فيا، شكرا لكم بزاف. والله العظيم كنكون شاده تليفوني وكيطلع لي شي ميساج، فين غبرتي ياك، لاباس، فين غبورك، توحشناك، ان شاء الله يكون الخير. شكرا لكم بزاف والله العظيم، الا كتفرحوني وكنقولها دائما وكنعاود والله العظيم. الى خلال هاد القناه لقيت خوت ولقيت حباب ولقيت ميمات وصحابات وبنيتات. من خلالكم شكرا لكم بزاف بزاف على محبتكم وعلى تسوالكم وعلى كل شيء كل شيء. داكشي الكلام اللي كتخليو ليا دائما والله العظيم الا كنفتخر به وكنقول لكم ليكم شكرا بزاف. وانا براسي راه كنتوحشكم. علاش كنتوحشكم؟ حيت كتخليو لي دوك لي كومونتير الزوينين وكنقراهم وكندخل كما كنقول كنتمتع بهم وكنفرح بهم. الله يحفظكم وينجيكم ليا ولهلا يخطيكم عليا يا ربي، لهلا يخطيكم عليا بصح والله العظيم. شحال وحده قلبت على نمرتي النمره ديالي باش عيط ليا باش تسولني ياك لاباس، ملي تخلعت عليك شحال وحده جات كتقلب حتى لعندي. داكشي الله يحفظكم. بصح عندي اسباب بزاف 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 علاش غبرت هاد الغبره. عندي اسباب كثيره وكما كتعرفوا زعما كاين، ماشي غنقول كنبغي نجيب الطاقه الايجابيه، هي بصح كنبغي نجيب الطاقه الايجابيه، ولكن واخا هكايا كنقولوا زعما كاين كنتناوسوا بعضياتنا حتى ملي كيكون عندي شي مشكل كنطرحوا عليكم، كتعاونوني في الحل، كتعطوني رايكم، الهلا يخطيكم عليا. ف زعما سبب الغياب ديالي غنشرح لكم وغنعاود لكم اخباري ونعاود لكم زعما كاين اخبارات اللي كنلقى في لي كومونتير كتسولوني عليهم دائما دائما. وكنت لقيت زعما بزاف اللي كيسولني زعما على لي برودوي دو نوها وداكشي، نجاوبكم على واحد البرودوي اللي لقيت عليه اسئله بزاف وداكشي. ومن بعد غادي نتعاود معكم شي شويه كما كيقولوا، ونجلس ديك الجلسه نتاع العائله اللي كنحس بها انا والله العظيم من قلبي كنحس بعائلتي نتوما. فنبداو بعدا كما كيقولوا بالبرودوي اللي سولوني بزاف 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 عليه. كانت هضرات عليه نهى ولكن ما كما كنقول ما عطاتوش حقه في الهضره. وبزاف اللي كيسقسوني كيقولوا لي ودي راه كيبغيو يبقاو بيضين ولا كيبغيو بياضو، علاش لا؟ وكنعرف بان هذا الموسم دابا العريسات الله يفرحكم والله يكمل عليكم بالخير، كتبغيو تكون واحد كما كنقولوا واحد اللون اللي صافي في الوجيه وواحد اللون اللي صافي في اللحيمه. فالله يحفظكم وينجيكم وكلشي كتبغي السيده كتبغي تهلا في راسها، علاش لا؟ الوغ هما هاد الجوج البرودويات اللي كتشوفوا معايا واعرين واعرين بزاف. علاش؟ هذا برودوي نتاع الوجه نتاع التبييض نتاع الوجه، كما كنعرفوا الشمس راه كتحرق الوجه اللي ما يتحرق، واخا تعيا دير ليكرون ليكرون ضروري ضروري ديروا ليكرون. عتينا شحال من مره كنلقى كيقولوا لي ليكرون نصوروا لكم دابا حيت بان لي قدامي باش ما ننساهش شي. سمحوا لي حيت لقيتو قدامي. هذا هو ليكرون اللي كندير، ها هو سكريني، هو اللي زعما اللي سولتني هذا السؤال، ها انت سكرينيه. كيتباع في لي باغا الصراحه زعما غزال غزال، هذا ليكرون زوين ما كيعطيش زعما ماشي تانتي انفيزيبل في الوجه، وفي نفس الوقت هو هايلايت زعما كيعطي ديك اللمعه في الوجه وما كيبقاش ديك الوجه اللي شاحب مع الحراره وديك الشيء، كيبقى ديك الوجه اللي ناشف. فنرجع كما كنقولوا البرودوي اللي سحري سحري وعنده واحد المردوديه اللي دغيا زعما ما كتحتاجش واحد الوقت بزاف باش تشوفي راسك بيبضه والوجه صافي. هذا البرودوي كما كتشوفوا معايا انا نقول لكم ماشي حيت بنتي، ولكن نهى عندها واحد زعما واحد الاخلاص في الخدمه ديالها. عتي قاصح قاصح خاطر، شوف شوف فاش كيهبط، شوف شحال قاصح. دابا كما كتشوفوا معايا راه ما دايره في وجهي، واللي كيقول لي راه هادشي ها هادشي راه نقرب انا راه عندي النقيطات هنايا في الحناك ديالي، راه هو اللي كيعطيني دابا راه ما زعما يلاه فايقه الصباح غاسله وجهي عاد نبدا معاكم. زعما ما دايره حتى شي حاجه سوى انني درت الكريم ايدغاطوني نتاع نوها، وغادي ندير لا كريم باش تشوفوا معايا بهذه الطريقه. نورمالمون هذا زعما يمكن يستحسن انه يدار بالليل باش تستافد منه البشره وداكشي بالليل دونك، ولكن انا غنديرو دابا الصباح. وانا اصلا ما خرجت حتى لشي بلاصه كما كتشوفوا معايا، انا راني عيانه وجالسه زعما مستقره في الدار، وقلت علاش ما نشاركش معاكم هاد النهاريات هاد
هاد المنتوج اللي كنلقى زعما اسئله عليه بزاف الناس كيسولوا وكيبغيو يكونوا بيفضات وداك الشيء وجبة بنات علاش لا. صراحه راه زوين 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 بمواد اللي هي طبيعيه يعني زعما اللي ما تخافش منه سواء الجلده اللي كتكون حساسه حيت بزاف اللي كيكون عندهم جلده سنسيبل وداك الشيء. انا زعما يمكن صراحه لابو ديالي زعما نورمال ما ناشفه ما مزيته عاديه ولكن لكن زعما جميع البشرات حيت مواد طبيعيه بحال هكا شتي وكيشرب الوجه نيت مزيان واخا البرودوي شتي زعما قواصح وهكا. وانا راه شوف انا راه كنقول لكم الماساج للوجه زعما انا مبغيتش نطول هكا حيت مازال باغي نتعاود معكم ولكن راه شوف راه كيعطي واحد الصفه للوجه زوين زوين زعما كتبان دغيا على الوجه كيبان كيصفي الوجه وكيحيد داك الطبايع نتاع الوجه. انا راه من الناس اللي ما كنحملش شي نمشي عندي في الدار ديالي وفي الحناك ديالي ما كنبغيهم شي فكنجلس نحاربهم الصراحه كنجلس نقابل وجهي باش نحارب هاد النمش. واللي زوين هو هاد البرودوي هذا نتاع اللحم اللي نتاع اللي غيلقنا ليديدات يلقنا لهاد المرافق ديالنا للركابي المهم الجسم ديالنا كيبيض الجسم البلايص اللي عندنا هما كما كنقولوا مضبوغين زعما كان باللغه المدينه ديالنا حنايا كنا كنقولوا هكا كنقولوا مضبوغين دونك كيحيدهم كيصفي البشره. وهادو بجوجهم انه هادير لهم هاد البروموسيون تاع 300 درهم دونك اللي مهتمه بغات تبيض ولا بغات تحافظ على البيض ديالها زعما اتصل بالنمره نتاع الواتساب انا غادي نخليها ولا انستغرام ديال نهى علاش لا. دونك مرحبا بكم زعما انا كنقول هاد البرودوي هضر على راسو زعما ياكين والمردوديه ديالو زوينه وكنلقى زعما ياكين حتى الناس اللي جربوه زوين وانا من راسي كنهضر على راسي زوين ماشي حيت بنتي ولكن بصح بنتي تستاهل نقول لها برافو عليك والمنتجات ديال كلهم زوينين لم نحيد الزيت تبارك الله شي الشعر زعما الصراحه الشعر كيتبدل عليك شعرك كيتبدل عليك وما كتبقايش هزه الهم تقطع انا وليت زعتي الضاصره بتقطع شعري حيت كنلقى واحد زعما كان شعري كيخلف دغيا وانا من دوك اللي لما لقيت ما نقطع كنقطع في راسي الاول كنقطع شعري ونزيد. فنكمل الموضوع ديالي كما كتشوفوا غبرت والغبره ديالي راه شوف انا راه نورمالمون الفيديو الاخر اللي حطيته كان مور العيد مباشره كنت سافرت مع صاحبتي لطيفه دوزنا وقيت زوين وشكرا للناس نتاع الصحراء كاملين 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 واخا حتى الناس ما نكذبش على الله الشمال ونتاع الدار البيضاء والناس كاملين المغرب واكادير وكلشي كلشي كيرحب بيا وكلشي كيقول كلام طيب الله يحفظكم ويجيكم والهلا يخطيكم عليا. ولكن زعما الصراحه زعما كما كنقولوا تاثير الرياح بما لا تشتهي السفن كنت بغيت نبارطاجي معكم الفرحه ديالنا كنت باغيه نبارطاجي معكم بزاف نتاع الحوايج زوينين لله الحمد لله الحمد كما كيقولوا الحمد لله. شوف شي مره كان زعما كنغضبوا ولا كيطلع لنا الدم على شي حاجه ربي دارها لنا فيها الخير وكيطلع لنا الدم عليها وانا اول وحده غنقولها لكم بزاف نتاع الحوايج كنت كيبقى فيا الحال عليهم كنقول ناري غيمشيو لي من يديا ناري عمرني ما نكسبهم ناري عمرني ما نعاود نقدر نعيشهم. وكان اكبر غلط كنت كنديرو هو انني كنت كنخاف من شي حاجه اللي انا شدها كنقول راه ما عمرني نقدر نعاود نشد فحالها ولا عمرني نقدر نعيش فحالها. والله العظيم اكبر غلط بالتجربه كنقولها زعما بصح اللي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وزعما سبحان الله العظيم عشتها وتاكدت منها ما بقيتش كيطلع لي الدم كاع حتى شي حاجه حتى تجارب الحياه سبحان الله العظيم كتعلمنا بزاف نتاع الحوايج اللي نستافدوا منها. ما نطولش عليكم بزاف وندخلكم في موضوع زعما كاين حيت شحال مره كنبقى كنهضر وما كنبغيش زعما نخرج لشي حد فاس زعما كنهضر معاه مباشر زعما بحال اللي كتقول كنحشم على راسي ولا كنحشم على عراضي وما كنبغيش نبقى زعما كنفضح كلشي. ولكن المهم هاد الامر كيهم اختي صفاء اللي بزاف نتاع الناس كيسولوني كيقول لي فين وصلت اختي صفاء وانا باش زعما كاين باش نجاوب باش ما نبقاش شي زعما كاين هادشي زعما كما كيقولوا له محصور
صفاء ما بقاش زعما الموضوع نتاع الخطوبه ما بقى شيء. وانا الصراحه حظ الله منه بالولاد زعما ما كنتش مرتاحه وما كنتش زعما محبده الفكره، ماشي الفكره ان اختي تزوج ولا شي حاجه، وفرحانه لها وربي اللي شاهد انني بغيت زعما نطمئن عليها ونريح والديا حتى من جهتها ونوصلها حتى لدويرتها، علاش لا ربي نشوف حتى وليداتها على خير وبخير. فالصراحه زعما كان منو بلولا انا كنت كنشوف داكشي ما غاديش هو هذاك، ما كل شيء ما كانش هو هذاك الصراحه. وانا كنت كونطخ انني نهضر ونقول صفاء راه زعما عندها خطوبه ولا شي حاجه، رغم ان صفاء كانت الصراحه باغا تشارك فرحتها لكل شيء وفرحانه بزاف، وكانت كتقول لي قوليها ونقص نهضر مع الناس ونشاركهم ونصوروا وداكشي. الصراحه ما كنت بغيت نصور حتى من راس، وان كنا درنا مع نهى فاش كانت كانوا زعما كنحدوا ان الوقت اللي تكون الخطوبه وداكشي، وانا كنت والله العظيم ما كنتش باغا، حيت كان كيبان لي منو بالاولى كاين شي حوايج اللي ما كيريحوكش هكا بهذا، ولا كاين شي حوايج اللي ممكن نقولها زعما كاع ونقولها زعما يا كاين كان مساله نتاع الطمع بان صافا غادي دير ولا غادي نعطيو حيت حنا باغيين نزوجو بنتنا غادي نديرو شي حاجه اللي ما كايناش شاي ولا هذا. فوالله الا انا نقدر زعما اختي هذيك وزعما وامانه في الرقبه ديالي نقدر ندير بزاف نتاع الحوايج، ولكن ماشي انني ناخذها الحيمه ونرميها عظيمه، لا صافا عزيزه عندي بزاف بزاف. المشكل اللي وقع زعما باش ما نجياش انا باش ما نكثرش، ان كنت قلت لكم انه بلولا ان ولا هي زعما جات في الهضره ان صفاء كانت غادي تزوج في الصحراء، وزعما ياكين على اساس بانها غادي تمشي الصحراء. من بعد زعما اللي اكتشفنا في الهضره انها باش تبقى هنايا مع الوالدين ديالو، ولكن اكونديسيون ان مثلا غنفرشوا الدار نجهزوا بنتنا ونعطيو بنتنا، وما كاين حتى شي حاجه. ومجيتهم زعما ما نكذبش زعما الوالده ديالو هي اللي عرفات صفاء وهي اللي طلبات صفاء، ماشي زعما هي كاين الولد، ولكن الولد بدا كيحط شي شروط اللي زعما غتعصى على صفاء وسمعت شي كلام اللي ضرها. فالخير فيما اختاره الله. من بعد ان زعما حتى صفاء اكتشفت بانها زعما كاين راه ما صالح لهاش هذا الزواج، راه غادي تدخل في شي غار اللي كثر وكثر، راه ماشي معنى ان تكون زعما كاين بنت تاع راسها ولا عايشه مع اختها ولا عايشه مع عائلتها انها زعما كاين ديك الكلمه اللي كنسمعوا حنايا في ودنينا ولا العقليه نتاع اللي راه كبرات ما تزوجاتش وداك الشيء. الخير فيما اختاره الله. المشكل دابا انا اللي واقعه فيه هو ان صفاء بحال تقول ديبريمات ولا بقى فيها الحال بزاف، وبديت كنبان لها انا هي المشكل، وانا اللي زعما عارضت على هذا الشيء، وحيت انا ما بغيتش اختي زعما كاين شي حاجه اللي تضرها، هذا الشيء اللي كاين. واختي رغم ان داك الشيء كانت بقات زعما مصره انك تقول لك اودي تعاوني معايا، بغات مسكينه تزوج، وانا عارفه هذا الشيء وعارفه بان زعما كاين شحال من بنت باغا هي تزوج، وراها اكبر غلط اننا زعما هي باش نتزوجو هي باش ناخذ ديك السميه نتاع هذا راجلي، ولهذا راه غلط كبير. الحياه فيها شحال من حاجه زوينه، وماشي انا كونطخ انها تزوج سنه الحياه بصح، وكل وحده كتبغي تشوف راسها في دويرتها وكتبغي تشوف راسها بوليداتها، وانا زعما متفقه مع هاد الافكار كاملين متفقه معاهم، ولكن ما متفقاش انني نرمي راسي في واحد الحفره ولا واحد الغار اللي ما يقدر حتى شي واحد يجبدني، ولا غادي نزيدو كما كقالوا الهم على بو كبار. يعني راه بنادم ربي اللي علم به هو بوحديته كيطمطح مع الوقت كيقلب زعما كاين ايصوفي زعما كاين بحال نهضر على راسي. انا زعما كاين كنقول انا الحمد لله راه ماشي هو زعما كاين الزواج هو انا كنشوفه هو كل شيء، لا كنشوف ان راحتي وليداتي نفسيتي راسي دماغي كرامتي قيمتي احسن من داك الشيء كامل. ما غاديش نقول بان الزواج غلط ولا شي حاجه، ولكن راه الغلط هو حنا نديرو راسنا في الغلط ولا نوافقوا على شي حاجه اللي حنا منبل ولا شايفينها دل ولا شايفينها بحال. انا وقعت لي زعما كاين سنين ومنين وانا صابره، ولا انا مستحمله شي حاجه اللي كنشوفها غلط وكنشوفها بانها ما صالحاش وكنشوفها انها ماشي من قيمتي ولا ماشي زعما كاين ماشي من النيفو ديالي كاع، وصبرت عليها
وفي اخر المطاف عند بنادم كيقول لك واش هاد السنين كامله وانت زعما كنتي صابره على هاد الشيء، وعلاش صبرتي على هاد الشيء، وعلاش درتي هاد الشيء، وعلاش، ومالكي، شنو ناقصك، شنو داير لك؟ وهذا هو اللي كنقول دابا، كنقول البنات ولا الاختي نيت زعما كاين، علاش شنو ناقصك؟ انا ماشي زعما كنقول انا اختي ما خايباش، راه خيب منها وعر منها ومرض منها تزوجوا وداروا دويرتهم وداك الشيء، ماشي الحمد لله زعما كاين، ما نقول شيء زعما الله ياخذ فيهم الحق اللي زعما وصلوا لها حتى لهذا الشيء، ولكن راه زعما كاين الحمد لله ربع عقيدها، كتعرف طيب، كتعرف دير زعما شحال من حويجات ومصوابه وزعما كاين وتستاهل كل خير، ماشي حيت اختي، ولكن انا كنهضر زعما بالعامي، ان كل واحد كيشوف وليداتو ولا خوتو ولا العائله ديالو الاهل ديالو داكشي كيشوفهم احسن الناس، كما كانت هاد اختي انا كنشوفها احسن اخت، دونك ما غاديش نبغي زعما كاين نشوفها معذبه. وبغيت ندير عفاكم عفاكم واحد كما كيقول بين قوسين، راه بزاف نتاع الميساجات كيجيوني صوبي لسان لصفاء سنيناتها، وكنلقى ميساجات راهم راكم عندكم الفلوس صوبوا لسان لصفاء سنيناتها. شوف راه صفاء راه كيضر هاد الهضره، راه صفاء راه كتقد، ولكن راه ماشي، راه عندها مشكل، راه ماشي نتاع اتباديه من الدروس بعدا فين باش عاد توصل هنا، وعندها لا مشواغ هي اللي مشكل، عمليه كبيره كبيره كبيره، غادي يكون الناس بزاف عارفين هذا المشكل، فعفاكم راه ما كاينش اللي زعما كاين اللي غادي يبغي اختو قدي، وما كاينش اللي غيبغي مصلحه اختو قدي، ما تزيدوش تضروها، وكضروني حتى انا زعما كاين بحال اللي كندير انا، راه انا زعما كاين ما داياش اختي ولا ما عارفه شنو ناقصها، عارفه وكنحاول انني زعما كنشوف شنو الصالح، داكشي ما غايجيش يتصاوب بين ليله وضحاها، راه خصها شويه نتاع الوقت، وزعما كما كنقولوا راه سبحان الله العظيم، راه الزين زين الاخلاق وزين زين القلب وزين النفوس وبزاف نتاع الحوايج اللي تابعينا. وحاجه اخرى حتى صفاء زعما كاين شي مره كنلقى ماشي بزاف الصراحه، كيقول لك اودي بقيت تهضروا على صفاء، بديتوا تطلعوا عليها الفيديوهات وداك الشيء، لا 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 نهائيا، زعما انا عارفه زعما كاين اللي كيقول شي كلام راه كيقولوا باش 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 يبرد شي حاجه ضاره هو عنده، ولا كيبغي يضرني ولا كيبغي اديني بشي كلمه ولا شي حاجه، وزعما نبغي نجاوب من هنايا ان بالعكس انا نهائيا عمرني ما شديت شي واحد بغيت نطلع عليه زعما كما كيقولوا فيديو ولا زعما انا اليوتيوب اصلا شي حاجه اللي كنبغيها، اصلا كنبغي زعما كاين الناس الزوينين اللي كيتبعوني، كنبغي الكلام الطيب اللي وليت انا صراحه كنكون مفتخره وفخوره بكم، الناس اللي كنتلاقاهم ويقولوا لي كلام زوين، ملي تعنقني ولي تبوسني ولي تصور معايا، ولي واحد الاحساس ما كنتش كنعيشو قبل، واحد القوه لقيتها منكم الله يحفظكم ليا هادشي اللي كاين، وعاوتاني كما قلت لكم راه انا معاوده معاكم، عاود لقيت في الفيديو الاخراني اللي حطات نهى واحد شي جوج يمكن هكايا ولا وحده اللي قالوا مشات عاوتاني معاك ماماك، واش ما كتخليكش تعيش مع راجلك براحتك وداك الشيء، جاوبات نهى قالت لها انا ما مشيتش مع نهى لتركيا، نهى دابا في اسطنبول، كنت من رحله زعما يمكن موفقه ان شاء الله، خويا يوسف هو اللي معاها، وعلما على انني انا راه ما كاينش اللي بغي الخير لبنتي قدي عاوتاني نجي، ما بغيتش لاختي ما بغيتش لبنتي وداك الشيء، فسبحان الله العظيم كاين اللي ما مولفش مع عائله، راه كاين اللي ما كيعيش جو العائله، كاين اللي ما كاينش واحد اللمه واحد الفرحه بيناتهم، ما كاينش اللي زعما اللي كاين اللي ما كيبغيش كاع الخير كاع للبنت ولا الاختو ولا كتبغي هي راسها، فكيفاش غادي تجي انا تشوفني تفرج فيا وغادي تبغي تشوفني انا وبنتي فرحانه ولا انا واختي فرحانه ولا شي حاجه، نورمال غادي تقص بقات تيري فيا فالله يدي ما خلق، حيت بصح باش نكونوا مرتاحين حنا مع راساتنا خصنا حنا من راسنا، حنا من الاول ديال راسنا نكونوا زعما صافيين مع راسنا، مصالحين مع راسنا، عارفين راسنا شنو كنديروا، راه النجاح السبب ديالو الاولاني هو اننا نكونوا عارفين راسنا شنو كنديروا ونكون مصالحين مع راسنا، حيت ماشي الا حنا ما اديناش راسنا ما اديوش الناس اللي قدامنا، طبيعه الحال راه ملي كنجي نبقى نقول شوف هذه شنو دارت وشنو فعلت وتركات وانا ربي ما عطانيش وانا ربي ما دارليش وانا ربي ما فعل لي شي وداك الشيء، وراه ربي يزيدك كفوفك الله وتجي الله ونوض وسعي عبدي وانا نعينك، وبزاف نتاع الحوايج ربي
ربي كيعطينا كل خير، ما خلقنا في الدنيا حتى يديرنا رزقنا، وما حطنا في الدنيا حتى شفنا شنو في الدنيا وافقنا عليه. يعني سواء كان عندنا الشر ولا الخير حنا كنعيشوه اجباريا كنعيشوه، ولكن حنايا زعما كنخصنا حنا مع راسنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الخير ومع الشر اللي عندنا. نصالحوا مع راسنا وما ناديوش شي بعضياتنا. الدنيا زوينه، عندنا صحاب زوينين الحمد لله، وعندنا اهل زوينين الحمد لله، نتعايشوا. راه ما يمكنش غيجينا الخير من عند يجينا الخير من عند اختي وانا ما باغاهاش، وما يجينيش الخير من عند بنتي وانا ما حاملاهاش، وما يجينيش من عند صاحبتي وانا كنهضر فيها ولا انا ما باغاهاش. اي ما يمكنش اي، وهذا الشيء اللي غادي نقول الله يهدي ما خلق. وبغيت نقول لكم زعما كل شكرا مره اخرى والف مره اخرى على سميت الاهتمام ديالكم وعلى المحبه ديالكم. ان شاء الله غادي يكون فيديوهات جدادين. كنت عيانه شويه، كان عندي هاد المشكل نتاع اختي صفاء. الحمد لله دابا شويه بدات، واخا كنشوف صفاء مازال مأثره ومازال طالع عليها الدم ومازال زعما يمكن ما متقبلاش، ولكن كنتسنى منكم لي كومونتير اللي غادي زعما تدعموا فيها صفاء وتقولوا لها شي كلام زوين. انا بالنسبه ليا زعما كي كنقولها وكنعاود الخير فيما اختاره الله، والحاجه اللي فيها الشر الله يبعدها علينا. والله العظيم كنت كنطلب من الله من الاول فاش بدا هذا الشيء وانا كنقول يا ربي الا كان فيه شي خير يكتبوا لها، ولا كان فيه ولو شويه نتاع الشر يا ربي تبعد وما بعد السماء على الارض. ما بغيتش نتعذب باختي، ما بغيتش نشوفها زعما كاين راه شي حاجه عندي صفاء، شي حاجه اللي كبيره. انا عندي اخوتي عزازين 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 بزاف، ما كنبغيش، وعندي كاع وليدات الناس وهذا عندي عزازين، فما كنبغيش زعما كاين شي حاجه اللي غادي تكون تفرحنا تكون هي سبب القرحه ديالنا في حياتنا. الله يصاوب من عنده، الله يهدي الجميع. وكنبغي نتعاود معاكم، انا ما كرهتش نتعاود معاكم حتى لغدا ان شاء الله وداك الشيء. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، ما بغيتش نكون ثقيله على قلوبكم. ان شاء الله غادي يجيو فيديوهات جدادين. سمحوا لي على هذا الصوت اللي هو كايا ضرب من البرد، راه شوف راه ما نقول لكم شي، راه حراره في الدول اللي واخده قدامي زعما. ياكين الحمد لله الحمد لله، انني زعما كنت خايفه قلت لك مع كورونا طلعت لي واحد السخانه بزاف، دوزت واحد اليومين تاع السخانه اللي ما كنتش كنقدر زعما ما كنقدرش كاع نوض، ما كنقدرش نهز راسي. الحمد لله دابا درت لاباس، الحمد لله ماشي كورونا. ضربني البرد بالسبب نتاع البرد هو انني كنت كندير واحد لاغوسيت، انا كنشد دانول كنديرو في الفريكو، كنشد داك الدانون تاع 5 دراهم كبير وكنديرو في الفريكو حتى كيجمد. وغنقول لكم الطريقه زعما كلكم الا تحاولوا على راسكم، حيت انا وليت كنديرو بزاف، كنشدو كنخدو بزاف كنقلبو على دارو هكايا، كيجيني بحال شي فلون ولا شي، المهم كنحطو حتى كيجمد في الفريكو، كنحطو في الطباسل، كنحط حداه شويه نتاع الدساغ وديك الشيء وكناكلو بحال الدساغ. كنحط هكايا تفاح حداه بنان هادشي تبارك الله، الدساغ كامل خارج كنحط حداه وكنجلس ناكل معاق وشويه عاوتاني كيعجبني وكنستحلى وعاوتاني كنزيد الضالون الثاني. ايوا ما نقولكمش وزدت كملت، انني كنت كناخد الصراحه عمرو ما دار لي شي حاجه، ولكن زدت لاكليم. كانت واحد الحراره عندنا في مكناسر الليله يلا محمد رسول الله، وكنشعل لاكليم ونجلس، كنهبط للطوموبيل كندير لاكليم عاوتاني، مابقيتش كنتحرك بلا لاكليم، حتى مابقيتش كنقدر نهضر. السخانه والحلق والكحبه، ولا عندي واحد الصوت في صدري كيخرشش صدري كيعطي واحد الصوت غريب كيخلعني كنسمع بحال صدري كيشخر والفقصه وكلشي تجمع عليا، ولكن الحمد لله الحمد لله نرجع لكم الطاقة زوينة حسن وحسن. الناس اللي كيجيو لبلادهم، الناس نتاع الغربة اللي كيوصلوا للمغرب بلادهم، مرحبا بكم، ألف مرحبا مرحبا بكم عندنا في بلادنا وفي بلادكم اللي أولا بلادكم، مرحبا بكم ألف مرحبا، تجيوا بالصحة والسلامة يا ربي. والناس اللي مازال ما جاتهاش الوقت باش تجي الله يجيبكم على خير وبخير، والناس اللي كتسقسي فيا الله يحفظكم ويجيكم ليا ولهلا يخطيكم عليا. والسلام عليكم ورحمة الله.